إخوان السلام عليكم. موضوع جديد يتعلق اليوم بأشر الأوصاف التي قد ينهت بها بعض الأفراد، وهي أوصاف دميمة، وكانت من أشر ما ابتلي بها الإنسان، وهذا منذ الأزل، منذ أن خلق الله السماوات والأرض وبعث أبونا آدم إلى الأرض بعد أن عصى ربه في الجنة. وكلكم يعلم ويتذكر قصة أبنائه الذين قتل أحدهم الآخر تنكيلا به وحسدا وظلما. لذلك يا أخواني سوف أحدثكم اليوم عن أشر أوصاف التي قد ينعت بها بعض الأفراد أو الأشخاص، لكنهم وسجل التاريخ إلا أنهم كانوا عبرة لمن يأتي بعدهم حتى يتجنبوا هذه الصفة نظرا لبشاعتها، ألا وهي صفة الظلم. وهذه كلمة يمكن أن نستخلص منها الشرح الوافر من خلال ترديدها، فهي تجمع كل أوصاف القتامة والسواد والبشاعة. الظلم، فالظلم الإخوان كما قيل في بعض الآثار، الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الشاعر: لا تظلمن، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم يدعو عليك، وعين الله لا تنام. ويحك يا ظالم، أليس ترى العاقبة التي كان عليها أولئك الذين أسرفوا وفتكوا بعدد من الأبرياء والضعفاء والفقراء؟ لقد ذهبوا وبقيت آثارهم السيئة تذكر على كل الألسن إلى يومنا هذا. هنا أريد أن أحدثكم ببعض القصص لعلها تكون عبرة لكل من يريد أن يظلم آخر. لابد أن نعلم أيها الإخوان أن كل من سوف يدخل إلى الجنة لا يمكن أن يدخلها وهو في ذمته قد ظلم أحدا من أهل النار. كذلك أهل النار كما جاء في بعض الآثار لا يدخلون النار وفي ذمتهم عاقبة من ظلمهم في الدنيا، وإن كان من أصحاب الجنة فلا يدخلن حتى يعيد مظلمة هؤلاء الأشخاص وإن كانوا من أصحاب النار. الكل في سواء. فالظلم يا إخوان عاقبته لا تؤدي إلا المساوئ ولا الأشياء التي نسأل الله أن يعافينا وأن نكون من أهله الصادقين، وأن نتجنب هذه الصفة. من هذه القصص قصة أحد الأشخاص الذي كان يمر في بعض الأسواق وهو ينادي: ألا من رآني فلا يظلمن أحدا، ألا من يراني فلا يظلمن أحدا. فاقترب منه أحد الأشخاص وسأله:
فقالوا يا أخي ماذا حصل لك؟ وكان مقطوع اليد اليسرى. فقال له إنني كنت من العساكر، رؤساء العساكر، ومرة ظلمت أحد الصيادين ضمن الدورية التي أقوم بها يوميا، فعجبتني سمكة القد صادها في ذلك اليوم، فانتزعتها منه وقلت له لا أخذنها منك. قال لي ذلك الصياد أنا إنسان فقير وليس عندي اليوم طعام لأبنائي، هل تركتها لي اليوم؟ فقال له لا أخذنها منك ولو بالقوة، فأخذتها منه. وبينما أنا سائر في الطريق إذ فتحت تلك السمكة فمها وقامت عضت أحد الأصابع، أصابع اليد اليسرى مني، وهكذا ذهبت بها إلى منزلي وأكلت مع أبنائي، لكن الألم اشتد علي وقمت بعد أيام إلى الطبيب، فقال لي لابد أن ننزع ذلك الأصبع وإلا سار المرض إليه، فنزعته. ثم مرت أيام أخرى فاقتطع من يدي مرة أخرى إلى أن وصل إلى جهة الكتف، فالتقيت بأحد الأشخاص في ذلك، قلت مرا وأنا أكرر هذه الأشياء وهذه الدعوة، فقال لي هل لك من مظلمة تذكرها؟ فقلت له نعم، حكيت له القصة التي مرت بي مع ذلك المسكين، فقال لي لابد لك أن تبحث عنه وترد له ما أخذته وتطلب منه الصفحة، لعل الله وقف لك ذلك المرض الذي صار في جسدك وإلا مت. فوجدت ذات يوم وقلت له بالله عليك ماذا قلت لي حين نزعت منك السمكة؟ فقال لقد دعوت عليك وأنت منصرف فرحان بذلك السمكة وأنا متأثر لأن ليس لي طعام من ذلك اليوم إلى أبنائي. قال ماذا قلت؟ قال اللهم إنك أقدرت ذلك الشخص على نزع ذلك الطعام الذي اصطدت لأبنائي، أسألك اللهم بالقوة التي قدر علي وبالقوة التي أنت عندك يا قادر، اللهم أرني فيه عبرة يا قادر، اللهم بالقوة التي تقوى علي بذلك الشخص أرني قوتك فيه، وأنت خير المنصفين. Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass spéciale conçue par. لذلك يا إخوان أوصيكم يا إخوان ألا تقترفوا مثل هذه الأشياء، عسى الله أن يجنبنا عاقبة الظلم وما يتبعها من ندامة وخسران. وإلى موضوع آخر بحول الله.